في مدينة ووهان. أنا عجبني فيديو لشخص أمريكي قتلني ضحك، قتلني. أولا هو كاركتر يعني ضخم كده ودقن وبتاع، عارفه أنا بتكلم عن مين؟ فقال إيه؟ قال سيبكوا من السبب، سيبكوا مش عارف من إيه، لكن أنا عايز أسأل سؤال، يعني إيه تاكل خفافيش؟ يعني إيه؟ ما في سمك، ما في لحمة، إيه اللي وصلك إنك تاكل خفافيش؟ الشاب ده الحقيقة يعني قتلني، مرعب ضحك يعني مرعب. وواضح إن قعدة البيت وصلته لمرحلة الهسهس. لكن بمناسبة مدينة ووهان دي اللي هي كانت مصدر الوباء، مدينة ووهان حطت صور الفرق الطبية بوضع صورهم على ناطحات السحاب في في ووهان. نشوفها كده، هذه الصور اهي، صور الطاقم الطبي اللي تولى علاج المرضى. معلش زي بعضه يعني، ده شيء كويس جدا، شيء رائع جدا، يعني ناس ابطال فعلا بجد. لكن عندي سؤال بقى، عملت ايه الصين بقى مع اول واحد اكتشف الكورونا؟ اول دكتور قال لهم يا جماعه في كورونا، عملت ايه الصين معاه؟ هات كده يا علي، عملت ايه معاه؟ الله يخليك. ماذا يعني دلوقتي حطوا صور الدكاتره دول على البتاع ده، على الابراج، ابراج الامراض دي. لكن السؤال بقى، عملوا ايه مع اول دكتور قال يا جماعه في وباء اسمه كورونا؟ عملوا ايه معاه عشان يروه؟ وهي دي أو فيروس كورونا. وفاة الطبيب الصيني الذي حذر زملائه قبل وهددته الشرطة ليصمت، ده كان في فبراير 2020. وفاة الطبيب ده في العربي اهو، بي بي سي عربي. وفاة الطبيب الصيني الذي حذر زملائه قبل تفشي المرض وهددته الشرطة انه يصمت. اسكت، اقفل الشباك. بعد ما صمت الراجل انتشر اهو. بعد توبيخه الصين تعتذر رسميا لعائلة الطبيب لي وين ليانج. كان لي اول من حذر من انتشار فيروس خطير في 30 ديسمبر الماضي، بعد ما الراجل طلع لهم يا جماعة في وباء جاي اسمه كورونا، ولم يصطف مع المعارضة، سوري مع النظام. الراجل طلع ما استفش بقى ولا سقف للزعيم الصيني اللي هيقعد مدى الحياة رئيس، ما هي دولة شيوعية بامتياز. دولة الصين ممنوع تفتح فيها بقك اطلاقا، دولة شيوعية ديكتاتورية بامتياز. فالراجل وطبعا كله مصطف ورا الزعيم. فلما الراجل طلع قال يا جماعة في وباء جاي هيقضي على الدنيا، الشرطة هددته بقى. دلوقتي حاطين صور الدكاترة على البيت بعد ايه؟